فضيلة الشيخ، هذا يقول: نحن نصوم أول يوم من رجب نظرا لبركة هذا الشهر، فهل ورد في صيامه أو أيامه شيء؟ هذا بدعة، صيام أول يوم من رجب أو قيام أول ليلة من رجب أو تخصيص رجب أو بعض أيامه بعبادة، هذا من البدع، لأنه لم يثبت في شهر رجب خاصية على غيره من الشهور. نعم هو شهر حرام ومن الأشهر الحرم، ولكن أن يجعل فيه عبادة مخصصة في بعض أيامه أو في أو قيام بعض لياليه أو صيام شيء منه، فهذا يعتبر من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم في روايات وفيها حديث، لكن كلها لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة بعنوان بيان العجب فيما ورد في شهر رجب، وفند فيها كل ما قيل من فضائل هذا الشهر خاصة. نعم.